بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقة جديدة من اسأل مع دعاء. جورج وسوف قال لك إيه؟ قال لك كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر، وكل الناس عارفين القصة دي على فكرة، يعني فاهمين وعارفين وحافظين إن كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر، لكن مع ذلك بيعملوا حساب رهيب لكلام الناس ويقول لك لا الناس هتاكل وشنا، لا الناس هتقول علينا ايه، لا ما اقدرش اعمل كده لحسن فلانه اتكلمت علينا، لا علنا مش ف يعني رضا الناس غايه لا تدرك، مهما قعدنا نحاول نسترضيهم برضو مش هيرضوا ومحدش هيرضى عنك ابدا. الاهم ان احنا نعمل الشيء اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى ونبقى احنا راضيين عن نفسنا. طز بقى اي حد يقول ولا ما يقولش، ما هم مش هيبطلوا. وجحا قال لك ركب الحمار مع ابنه، قال لك شفته ازاي الحمار الغلبان هو وابنه راكبين عليه، نزل من الحمار وركب ابنه عليه، قال لك شوف الواد قليل الادب سايب ابوه ماشي جنب الحمار وهو اللي قاعد على الحمار، طلع هو قاعد على الحمار ومشى ابنه جنب الحمار، قال له شوف الراجل اللي ما عندهوش قلب سايب ابنه يمشي، مشيوا هما الاثنين جنب الحمار والحمار، شوف الراجل الاهبل سايب الحمار من غير ما يستغل ولا يستفيد بيه. فهو كده الحقيقه ان احنا بنواجه ده طول الوقت، انه مهما نعمل هيفضلوا برضو يتكلموا، فايه لازمته بقى؟ ما اللي يقول يقول. خلينا نسال مروه الصعيدي. ازيك يا مروه؟ زي كده في بيوت عايشه وبتحاول يعني تعمل اللي ما يعمل عشان تسترضي الناس، ومع ذلك والدنيا بتفشل وبتقع، فكلميني عن القصه دي، ده موضوع مهم جدا عايزين نفتحه النهارده. اهلا بيكي الاول. هو الحقيقه موضوع مش بس يعني عايزين نفتحنا، هو مفتوح طول الوقت ومن قديم الازل، ودايما تلاقي ان تصرفاتنا في البيوت وتربيتنا لاولادنا وفي حياتنا وفي شغلنا بس عشان محدش يتكلم علينا. طب صح. الناس هتقول علينا ايه؟ طب هيقولوا على اولادي ايه؟ تمام. طيب علم النفس اساسا عرفنا انه طبيعه البشر بيهربوا من الشيء المؤلم. فكلام الناس السلبي هو أكثر إيلاما من أي حاجة تانية ممكن تتخيليها. في كلمة بتسمعيها تحسي إن الحياة دبت فيكي، وفي كلمة تسمعيها تقتلك. وفي جملة معروفة إن بعض الكلمات قبور وبعضها نور. صحيح. فأنا هروبا من إن أنا أسمع كلمة تأذيني في مشاعري بحاول أرضي علشان أسمع دايما الكلام الحلو. وهي دي المشكلة فعلا، انك قبل ما بتعملي الشيء او بتاخدي القرار بتقيسي مدى اهميه القرار ده او نجاحه على الناس هتقول ايه. صحيح. الناس هتنظر عليا ازاي؟ هيعجب الناس ولا لا؟ طيب ايه الحل؟ الحل ان انا احط في دماغي الاول ان كل الناس ظروفها مش زيي، وقراراتها بتبقى بناء على حياتها هي. وزي ما قلت دايما وهقول يعني قبل ما تقعد لغيرك وتعدله بص لحالك واعدله. تمام. يعني قبل ما تقعد تنظر حلو على المثل ده بحبه. ايوه. قبل ما اقعد كده وابص لفلانه وعلانه بيقولوا لي عشان اكتبه عندي، لان انا على طول بيتقال لي حاجات. فالحقيقه أيوة. لازم اكتب عندي البتاع دي قبل ما ايه؟ قبل ما يعني بدل ما تبص لغيرك وتعدله بص لحالك. قبل ما تبص لغيرك وتعدله بص لحالك واعدله. أيوه. يعني ما تقعدش تعد للناس غلطاتها. بص لحالك الاول واعدل حالك واعدل حياتك وبعدين ابتدي نظر على الناس. ايوه صح. هبعتهولك لان ده مثل مهم جدا، هو من تاليفي اصلا. من تأليفي. ليه؟ من كتر ما الناس بتنتقدك يا دعاء في كل كلمة، كل تصرف، كل لبس، كل قرار. طيب هل وعامة ناس كتير، يعني واحدة مثلا عايشة في بيت عيلة تعمل حساب هيقولوا علينا ايه، لدرجة انه الأمهات مثلا بيفرق معاها حركات ولادها عشان في ضيوف، في حين مثلا انه الاجانب مثلا بره فرقش معاه الواد لو مثلا وسخ نفسه او بهدل نفسه او كلم الارض او بتاع، مش موضوعها، هي اهم حاجه الفيصل عندها مش الناس هيقولوا عليا ابني نظيف ولا مش نظيف، هو الفيصل عندها الواد هيستمتع ولا لا. بالظبط كده. يعني هو مبسوط فخلاص، انما احنا كدا. عندنا جيراننا هيجوا يشوفوك بالمنظر ده هيقولوا عليا ام مش نظيفه، هيقولوا عليا، فاحنا طول الوقت عاملين حساب لكده، عاملين حساب لكلام الناس. وقيسي على كده كل حاجه، حتى الجوازات بقى فيها مغالاه عشان فلانه تقول عليا ايه، الناس هتاكل وشي. ما عملتش خطوبه بقد كده، ما جبتش عفش بقد كده،
وده مش بينطبق مثلا على فئه معينه من الناس، ده على كل الفئات. سواء بقى الـ 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 العاليه والاقل العاليه والاقل والاقل، المناطق الشعبيه، القاهره، المناطق الغاليه. يعني في ناس مثلا بتيجي تلاقي عيني العفش معجز معاها، ليه؟ تقول لك اصل انا لازم اجيب 15 بطانيه و13 ملايه و14000 فوطه في غارمات كتير للاسف بيدخلوا بسبب المنظره بالظبط. بقى المنظره دي جايه منين؟ ان الناس هتاكل وشي، هيقولوا ما جهزتش بنتي كويس. طيب هل لو بنتك جهزتيها كويس قوي وهي ما كانتش ناجحه في حياتها او سعيده في بيتها، هل الناس هتاكل وشك؟ مش هتاكل وشك. لكن انت لما تستلفي وتتدايني وما تقدريش تسدي وتدخلي السجن او تبقي من الغارمات لمجرد ان الناس ما تاكلش وشك. تمام؟ اما تيجي مثلا واحده قاعده زي ما قلتي على الاطفال، انت ابنك ماله رفيع كده ليه؟ باكل اكله. هرد عليها اقول لها هو خلقه ربنا كده. ما تاكليه، ما توديه يلعب رياضه، ما تعمليه، ما تسويه. فتلاقي رد الفعل كله قايم على راي الناس فيا او راي الناس في ولادي او راي الناس في حياتي كلها عموما. عمرك ما هتقدري ترضي كل الناس كل الوقت. ممكن ترضي بعض الناس بعض الوقت. ايمان ازيك يا ضايا؟ عامله ايه؟ اهلا يا ايمان، ازيك يا قمر؟ الحمد لله يا حبيبتي تمام. قولي لي كده، انت بتحاولي ترضي الناس او الناس بيرضوا عنك لو عملت لهم ايه؟ احكي لي كده. بصي، هو انا بيفرق معايا قوي راي الناس. يعني انا من الناس اللي انا يعني بحب دايما ابقى سامع اللي حوالين مني عامله ازاي. مش بنفس كل اللي بيقولوه، بس بهتم برايهم. ما بحبش يبقى في انتقادات طول الوقت، بس برضو راي الناس بيفرق معايا. يعني ببقى حابه لما اخد راي حد في حاجه ممكن افكر بيني وبين نفسي. الصوت راح، الصوت راح يا شا. طيب حاولي تكلمينا مرة تانية. طيب هي قالت كلمة مهمة، هل رأي الناس مهم ولا مش مهم؟ يعني أحط في الاعتبار رأي الناس ولا أقول لا ده مهما عملت رأيهم هيفضلوا برضو يختلفوا كده؟ طيب بصي، أنا هقولك حاجة بسيطة جدا يا دعاء، مثل بسيط جدا. البشرية جمعاء لم تتفق على عبادة طبعا. إله واحد صحيح. يعني ده حتى ربنا اللي هو ربنا، اللي هو مفيش جدال، ده ربنا اللي خلقنا كلنا. البشرية ما اجتمعتش على إله واحد. البشرية ما اجتمعتش على نبي واحد. تمام؟ فأنت استحالة هتلاقي إن كل الناس موافقة على قرارك. طب أنا أعمل إيه؟ أولاً ما تستنيش تقديرك لنفسك أو ثقتك بنفسك من كلام الناس. ليه؟ لأنه هيبقى سهل إن حد مع الريموت كنترول بتاعك وبتاع حالتك النفسية ممكن يقول لك كلمة توقعك، تجيبك الارض، تحسسك ان انت فاشله في شغلك وانت مش نافعه تاني، فتسيبي شغلك وتحبطي بالشهور وبالسنين. بس احيانا يقول لك المشوره دي حاجه كويسه. حلو. انك يعني لازم تسيبي ودانك برضو لانك ممكن تبقي غلط. فبرضو راي الناس مهم، لانه بوصله برضو بوصله لمدى صحه اللي بتعمليه او غلطه كده. امتى يبقى راي الناس مهم؟ الناس اللي بتتوجع لوجعي وبتفرح لفرحي وبتديني نصيحه. مش نصيحه مخلصه. نصيحه مخلصه. والنصيحه يا جماعه لازم تبقى بيني وبين الشخص اللي انا عايزه انصحه. ما ينفعش اجي في وسط الناس واقول لك ايه اللي انت عملتيه ده، ما كانش المفروض تعملي كده، كان لازم كذا كذا كذا. النصيحه دي بقى مش نصيحه، دي فضيحه. انت فضحتيها. تمام؟ وهي يا عيني البنت اتكسفت مثلا او الشخص اتكسف. في فرق بين النصيحة وبين النقد. مفيش حاجة اسمها نقد بناء ونقد سلبي. أي نقد بتاخديه في الدنيا لازم بيوجعك، عشان كده بقول في فرق بين النقد وبين النصيحة. طيب النقد السلبي، تمام، حتى لو بيتقال بطريقة كويسة لازم تفكري الأول هو فعلا كان عنده حق في النقطة دي. هل أنا فعلا قصرت في الحتة دي؟ لو طلع كلامه صح هعدل منها بعد كده. انما في ناس يا دعاء بتبقى قاعده بس عشان تكسرك او تخبطك او تكرهك في الحاجه اللي انت بتعمليها. فالناس دي تعبت نفسها واتكلمت واهدرت طاقه، فباجي في الاخر بمنتهى البساطه انت صح. انت صح وانا قافل وداني. انا قافل وداني عن الحاجه اللي بتتعبني وبتضايقني. بس كلمه انت صح مش معناها ان هو صح، معناها ان انا نهيت الجدال في الحته دي، قفلت النقاش في الحته دي لان ما منوش فايده. تمام؟ طيب احنا
احنا دايما بنغرس في ولادنا فكره يا حبيبي عشان الناس ما تقولش عليك حاجه البس حلو كده، احنا رايحين فرح الناس يعني بنغرس في ما هو احنا برضو معقوله ما نعملش حساب لحد خالص، ما هو برضو على الاقل يبقى في شويه حسابات. لازم بنعمل حساب الناس في حاجات معينه، يعني مثلا زي ما انت بتقولي رايحين فرح وجي ابنك لابس شورت وتيشيرت اللي هم بنلبسهم على البحر، مش هينفع. يعني انت ما تجيش تخالف خالص عشان تعرف، لا في احنا بنمشي. وهل ده حساب الناس ولا ده الادبيات بتاعت اي حاجه في الدنيا؟ هي دي الادبيات والعرف اللي احنا ماشيين عليه بيقول ان احنا نعمل كده، تمام؟ وده اللي بنعمل فيه حساب الناس. وفي حاجه تانية مهمه جدا، ان انا اعلمه يعمل حساب نفسه وراحته اللي جاي اساسا من عمايله الصح اللي بترضي ربنا. وبعلمهم حاجة مهمة جدا يا دعاء، اللي ما ينفعش أعمله قدام الناس ما ينفعش أعمله من ورا الناس. فاهمة قصدي؟ أي حاجة بتعمليها من ورا الناس هي حاجة غلط، ما دام مش قادرة تصرحي بيها أو تعمليها قدام الناس. فبالتالي هو كده كده لو اتربى على الحتة دي هيخاف يعملها. يعني لازم يبقى في معيار داخلي كده كده. بالظبط كده، عندي بوصلة بتاعتي أنا اللي أقول ده ينفع أو ما ينفعش، وبالبراكتس وبالدنيا يعني بالخبرات اللي في الدنيا اعتقد انه يعني الواحد بيبقى خلاص هو بقى السنسر عنده بيشتغل لوحده، يعني بيبقى هو اللي بيحدد بقى انه الكلام ده خلاص بنبقى اتعودنا بقى وعرفنا انه خلاص، يعني مش قصدي ان انا برضي الناس، انما خلاص يعني لا يمكن حد هيتكلم على امشي عدل يحترع عدوك فيك. انا ما اديش فرصه ان الناس تتكلم، لكن ما تبقاش حياتي كلها قايمه على او تصرفاتي كلها قايمه على ان انا مستنيه شكر او تقدير من الناس. تمام. طيب خليني اخد نهله. الو، اهلا يا نهله، ازيك؟ مساء الخير. مساء النور، اهلا بيكي، اتفضلي. اخبار كلام الناس معاكي ايه يا نهله؟ كلام الناس ده اخطر حاجه تعباني في حياتي دلوقتي، ممكن بسببها يعني حياتي ممكن تتخرب او بيتي عامه، يعني بيتي اللي هو قائم عليا انا وجوزي وولادي. ليه بقى؟ انا قبل ما اتجوز ما كنتش بهتم بكلام الناس خالص، بدليل ان انا اتجوزت متاخر. بس وعشت حياتي، كملت دراستي واشتغلت وكل حاجه، ما كنتش مديه بال بكلام الناس نهائي. ولكن بعد ما اتجوزت تحقق يعني كلام من اهل الزوج، كل المعارف اللي حوالينا، ده تعبني نفسيا. تعبني لدرجه ساعات اقول لنفسي واصحابي يقولوا ما تكبري، يعني ما تساليش فيهم، ما ترميش في دينك، ما تسمعيش لما يجي حد يقول لك ده قال ولا عايز، ما تسمعيش. بس انا مش قادره، يعني انا لما بسمع الحاجه دمي بيتحرق. طب هما ليه يخربوا بيتك؟ يعني ليه؟ هل حد ممكن يقول لك كلمه يسخنك على جوزك فتتخانقي معاه بسبب كلمه حد او العكس؟ هو حضرتك هم بيقولوا له هو يتعاملوا معايا بتصرف غير لائق، فاجي انا يعني ارد فيقولوا له هو. فهمتيني؟ طريقه اللبس، يعني انا في بدايه جوازي انت بتلبسي كده ليه؟ شعرك، شكلك، مكياجك، بصي كل حاجه هم حاشرين نفسهم جوه، فكلامهم هو عامل لي ازمه اصلا. ده دي قصه تانية بقى خالص في كلام الناس. بالزبط. الناس اللي بتسخن الزوج على مراته او بتسخن الزوج على جوزها، دي ليله بقى، دي ليله بقى، دي حلقه لوحدها. بالزبط. اللي هي ممكن فعلا تخرب البيوت، يعني هي بتقول لك ده ممكن مش حكايه ان انا عامله حساب، لا دول بيسخنوا. بيسخنوه. طب انت رايك ايه في القصه دي ونتخلص منها ازاي؟ تمام. اول حاجه الصح والغلط نسبي، يعني مفيش صح مطلق ومفيش غلط مطلق. تمام. لكن الحلال باين والحرام باين. ما دام ما بتعمليش حاجه حرام، ما بتعمليش حاجه عيب، كلام الناس بقى السلبي ده اللي هو التسخين ده بقى حضرتك بنحطه تحت رجلينا فيرفعنا فوق كلام الناس. ما نقدرش نعمل ليه حساب، لانه ده كلام توقيع، ده كلام تسخين، هو ده الكلام اللي بقولك عليه يودي في داهيه، كلام بيودي القبور. وفعلا في شخصيات حساسه كتير جدا يا دعاء، بتسمع كلمه
مش بتأثر في نفسيتها، هي بتأثر في صحتها. طيب هنطلع فاصل، بعد الفاصل هنرد على يعني رسالة جات لي هقراها لكم بعد الفاصل. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. جات لي رساله من واحده سمعت يعني راي الشيخ في برنامجي. كان جالنا اتصال، واحده بتشتكي من حماتها وانها بتعملها بشكل قاسي جدا، فقال لها توددي ليها وهاتي لها هدايا وقولها صح انت صح وعلى راسك كلامي وكده. فجات لي رساله قالت لي انا عملت كده على فكره زي ما الشيخ قال، من واحده تانية يعني بالعكس، اللي هي الفكره بتاعت ان انا فرعنت يعني ما لقيتش حد يلمني، او فرعنت واديته حجم اكبر من حجمه، طبعا على راسنا من فوق الحموات والامهات وكده. بس بتقول هي كانت ست متسلطه، فانا لما يعني بقيت قدامها حاضر واللي انت عايزاه وكده زودت، وبقت تزود 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 لغايه ما حولت حياتي جحيم. ففكره انه انا اسمح ل حتى لو ام، يعني على فكره فكره انا لما بسمح للام انها يبقى ليها سلطه مطلقه في البيت، هي على راسها على راسنا من فوق ورايها يحترم طبعًا. بس فكره ان انا اسيبها كده ادخلها البيت ويبقى هي الامر الحاكم الناهي، هي ممكن تخرب البيت برضه، حتى لو امي، حتى لو ام زوجي، حتى لو كده بيبقى في مساحه انه بحب كل يعني كل شيء بحب يمشي، انما ان انا اديها مساحه انها تقول اعملي وما تعمليش واستسلم تماما ليها، دي ممكن برضه تخرب البيت. دي اكيد بتخرب البيت. وعايزه اقول لك ان معظم المشاكل بقى مع امهاتنا اللي هي فكره انها بتبوظ كل حاجه انت بتعمليها مع اولادك. ان تيتا قالت لي اعملي، تيتا قالت لي كل، تيتا قالت لي خلاص انا مش عايز تروح المدرسه حبيبي ما تروحش. تمام، ماما على عيني وعلى راسي وليها عليا معامله بالبر والاحسان. وباخد رايها وبسمع كلامها في حاجات كتير. لكن في حاجات معينه ما ينفعش ماما تدخل فيها قوي ولا حماتي تدخل فيها قوي. في حدود معينة برضو بالحسنة أنا بعملها وبحطها. تمام، وزي ما أنت قلتي كده اللي هو لما حد بيبقى متجبر وتيجي تتعاملي معاه بالحسنة، مش عارفة زي ما بيقول كده بالعامية بيستوطى حطك، فبيديكي، ما أنت مش واخدة موقف. فكل ما تديكي على دماغك بتجيبي ورا، كل ما فالموضوع بيزيد. لا، ليها عندي الكلمة الحلوة والمعاملة الطيبة والمعاملة بالحسنة كأنها أمي بالظبط. لأنه عايزة تبقى علاقتك كويسة بجوزك لازم تبقى علاقتك كويسة بأمه. لكن إنها تبقى الأمر الناهي وادخل قوي جوه بيتي، ده اللي لازم أعمل له وقفة. جميل. طيب أخد مها. ألو، أهلا يا مها، إزيك؟ إزي حضرتك يا مدام دعاء؟ الحمد لله تمام. إزي حضرتك يا دكتورة مرو؟ أهلا يا مها، إزي كده؟ بتاعت معرض الكتاب. ازيك يا مها، عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله، انا بحب حضرتك جدا. ربنا يخليكي. وانا متفق يا مها. اخبار كلام الناس ايه في حياتك؟ انا متفق عشان قلت تجربتي بقى معك. انا في الاول بقى كنت بقعد اركز، ما حد يداني بقى، لا لازم اعلي بقى عشان افشغلي. انما لا دلوقتي لا، ولا بيفرق معايا حاجه، اللي تقول تقول واللي تعيد تعيد. يعني يعني وصلتي للمرحله دي ازاي؟ نفسي اعرف وصلتي للمرحله دي ازاي. نفسي كده يبقى الواحد عنده شويه برود كده جمال، اللي يقول يقول واللي يعيد يعيد. دي نفسي اوصل للمرحله دي. لا انا يعني اشتغلت على نفسي كتير عشان اوصل للمرحله دي. بقيت اقول هي بتقول كده، اصل هي يعني ما عندهاش حاجه تقولها، اكيد شايفين احسن منها في حاجه، فايه يعني بتقوم قايله كلمتين. ساعات اقول لا اصل هي مش قصده، لا ممكن تكون طلعت منها زله لسان مش عارفه ايه كده. فبقيت بقى خلاص بيقول لك ايه، نفضي نفضي، بتنفضي خالص. بنفض. بكبر دماغي يعني، اصل كلام الناس مش هيقدم ولا ياخر، انا هقعد اركز بقى مع دي، ودي هتعب نفسي وتعب اللي حواليا. صحيح صحيح. فبقيت اكبر دماغي خلاص. الواحد برضو يوصل لمرحله التنفيض دي، جميله. شكرا ليك يا مها. ويعني ممكن يعني ايه تبقى دي النصيحه الاهم في حلقتنا، ننفض للناس ازاي الكلام. الكلمه بصي بتدخل بتعمل حاله غليان كده، وبيتحرق دمي وبننشغل. طب ارد اقول ايه؟ طب اعمل ايه؟ طب اعمل،
فتلاقي نفسك خدتي من طاقتك واهدرتي من نفسيتك وكده، وفي الاخر ما استفدناش حاجه. بالظبط. السؤال الاهم بقى لما اسمع كلمه زي دي، هسال نفسي هو انا فعلا كده؟ يعني ممكن اقول كلمه نسمح لها تهز ثقتك بنفسك شويه صغيرين، بس ما تهزش صورتك الكامله عن نفسك، لانه في فرق بين الاثنين. تمام. طيب انا هقعد مع نفسي، هل فعلا انا كده؟ لا. طيب هل انا عندي وقت ارد عليها او اعلي عليها؟ لا، انا عندي حاجات تانية اهم اعملها. بالظبط. يبقى بالتدريب بقى يا دعاء بتوصلي ان ده بقى بيتعمل اوتوماتيك مع الكلام اللي بيجي لك من الناس اللي انت كمان ما تعرفيهاش. يعني انت احيانا بتلاقي حد ما يعرفكيش اصلا وبيحكم عليكي حكم غريب. طب انت حكمك ده عليا كاستشاري نفسي ولا كأم ولا كصديقة ولا كأخت؟ لان انا كذا شخصية، انا كذا حد. فانت جبت رأيك ده فيا منين؟ او من اي اتجاه؟ تعرفني اصلا منين؟ اما يجي حد يحكم على طريقة لبس ولادك، مين حضرتك؟ لا، وده مثلا الجيران، مثلا الناس اللي في الشغل، الناس يعني ممكن مع بعض يعملوا كده. ف يعني اولا درجة اهميتهم بالنسبة لي ايه؟ ممكن تبقى زيرو كدا. على فكرة يعني مش مهم خالص، يعني مع احترامنا يعني الشديد لشخصك، بس رأيك لا يهمني من بعيد او من قريب، لانه انت بالنسبة لي مش مهم اصلا يعني، فانت مين مثلا. تاني حاجة يعني هو ده كلام طق حنك يعني، ولا انت عايز ايه يعني مثلا؟ يعني ابسط حاجة، انا كان بيجيلي مسجات كتير جدا في الاول، انت ازاي سايبة بنتك مش محجبة؟ وكمان التلاتة مش محجبات، فكنت ما بردش. بعدين انت مش عارفه ايه، بقى يتكتب لي بقى كومنت، فكنت برد بعد كده بمنتهى البساطه، انت مالك؟ انت هتتحاسب بدلها؟ لا، مش هتتحاسب بدلها. تمام. انا اعرف مثلا انت علاقتك ايه بربنا عشان تيجي تحكم على الناس؟ لا. فاهمه قصدي؟ فبيبقى في احكام جزافيه كده. طب انتوا يا جماعه ده تسمحي لي اتدخل في حياتك؟ اتفضل، ده كلهم جوه يعني اقول لكم ايه. ففعلا في شخصيات ملهاش الحق نهائيا. لا طبعا، هو السوشيال ميديا واللي حاصل على السوشيال ميديا ده قصه يعني مضحكه. بعد ما الواحد يتضايق شويه كده بيضحك، مين دول؟ تلاقي صوره أنتم؟ امير الاحزان بتعلق عليك، او القطه بوسي كات، حاجات كده يعني. مين بوسي كات دي؟ فدي قصه غير احنا يعني كلام الناس بقى كمان الحقيقي، يعني ده واقع افتراضي وكل حاجه المفروض نتعامل معاها انها افتراضيه. مشكلة بقى في كلام الناس الحقيقي، إن تلاقي حد برضو بيتدخل أو بينظر عليكي أو بيحكم عليكي في كلمة مثلا، إنه بنتك شكلها عامل كده ليه؟ لبسك عامل كده ليه؟ أنت مش مهتمية مش عارفة بإيه؟ في إعلان حلو جدا يعني، أنا هتلاقي ولادك عملوا لك عليه تاج، وأنا ولادي عملوا لي عليه تاج، بتاع عيد الأم بتاع شركة فودافون، اللي هو بتاع إن أمك تمام؟ قدام الناس يعني ممكن انت تبقي مش مبسوطه من بنتك في حاجه. تمام. انا مش مبسوطه من بنتي في حاجه. بس لو جت واحده قالت لي هي بنتك كده، هتقفي في ظهرها. هرد عليها واقول لها صحيح، بنتي حره تعمل اللي هي عايزاه. بس بيني وبين بنتي لا، انا ممكن اكلها. يعني لو هي عملت حاجه غلط وجه الناس يعني اتكلموا عليها، لا انا اقف، انا اقف في ظهر ورد بنتي وتعمل ايه وسندها. انما بيني وبينها دي قصه تربيتي ليها، ملهاش علاقه هم قالوا ايه او ما قالوش ايه. بالظبط كده. يعني انا بقف في ظهر ولادي. الكلام ده لاي لا حد. لا، ده في ناس، في امهات انا كنت بشوف مثلا في النادي واحنا والعيال صغيرين، انه مثلا لو الولد عمل حاجه وحشه فالام تحرك، فتقعد تنزل على وشه بالتلطيش علشان هو احركها قدام الناس، فهي تبقى عامله حساب الناس اكتر من حساب نفسيه ابنها. دي بقى المصيبه. انت ظهر ولادك وسندهم، ولازم يبقى عارف انه ماما هتاخد لي حقي. ففعلا الفكره بتاعت الفيديو حلوه جدا، انه انا بيني وبين ابني او بيني وبين بنتي انا هاكلها بسنيني. انما لو يعني انا هقف في ظهرها. تمام. انما لو حد جه على ابني انا ارد وممكن اكله بسنيني. فاعملوا كده، انصروا نفسكم وانصروا ولادكم قدام الناس، بدل ما تكسروا نفسكم وتكسروا نفسية ولادكم. وبينكم وبين نفسكم بقى راجع نفسك، هل اللي قاله ده صح؟ هل ده حقيقي؟ هل يعنيني في شيء؟ هل هيعلي مني؟ هل هيقلل مني؟ وبالتدريج يا دعاء هتلاقي نفسك اتعودتي تفلتري النصيحة من النقد، من كلام الناس اللي بيأخر.
هي في النهاية أول حاجة لما مثلا حد يقول عليها على بنتك أو على ابنك أو كده، أول حاجة لازم بقولها طز بالظبط، مش فارق معايا، المهم انتي. فعلى فكرة ده بيخليهم يرتاحوا أكتر ويحكولك أكتر ويفتحوا قلبهم ليكي أكتر، ولا إيه رأيك؟ طبعا هو عارف انه انا لو حصلت لي اي حاجه ماما اللي واقفه معايا او بابا اللي واقف معايا، هي دي اللي بنقول عليها بقى، مش ان كبر ابنك خوي، ان كبر ابنك صاحبه وخليك سنده واعمل زي ما بيعمل عشان تكسب ثقته. جميل. مروه الصعيدي مدربه مهارات حياتيه، بشكرك يا مروه، شكرا جزيلا على تشريفك ليا. عندنا فاصل قصير ونعود.